أحوص عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا كلام لولا أنه صريح في أنه موقوف على عبد الله بن مسعود لأوشك الإنسان أن يقول إنه مرفوع، لأنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولا غرو أن يكون كذلك، لأن ابن مسعود ممن لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمه، حتى إنه كان صاحب الوساد والنعل والسواك رضي الله عنه، فكان كلامه كأنما يخرج من مشكاة النبوة. يقول رضي الله عنه وأرضاه وسمعنا به في جنة المأوى، يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا، يعني يوم القيامة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مسلما، يعني مسلما بقلبه وقالبه حتى لا يدخل علينا المسلم في قالبه فقط كالمنافق. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. اللام الأمر، والجملة جواب الشرط، وقول على هؤلاء الصلوات استعمل اسم الإشارة للعقلاء في غير العاقل، كقول الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، وهو قريب اللغة العربية. على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، هذا الشاهد حيث ظرف مكان، يحافظ عليهن في المكان الذي ينادى بهن، وهو المسجد، لأنه هو الذي ينادى بالصلاة فيه. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، أي طرقه. وشرع هنا من التشريع، وهو الشرع، وهو الطريق، ومنه لفظ الشارع. وإذا قال شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب، وسنن الهدى الواجبة والمستحبة، لأن المراد بالسنن هنا الطرق، وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب. وإنهن من سنن الهدى، إنهن أي الصلوات حيث ينادى بهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. صدق رضي الله عنه. لو أن الناس صلوا في بيوتهم كما يصلي هذا المتخلف لتركوا سنة النبي، ولا أصبحت المساجد مأثورة، ولما كانت البلاد بلادا إسلامية في ظاهرها، لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدرى أصلى أم لا. ولكن الله تعالى أوجب الصلوات على المسلمين جماعة حتى يتبين الحق. ثم قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب. يتطهر فيحسن الطهور بمعنى أنه يأتي به على صفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخلصا لله بذلك. ثم يعمد أن يقصد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه
ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. هذه ثلاث فوائد. الأولى إيش؟ أن يكتب له حسنة. ثاني يرفع له بها درجة. ثالث يحط عنه بها سيئة. وهذا الكلام له حكم الرفع لأن مثله لا يقال في الرأي، فإن ترتيب الثواب على عمل من الأعمال لا يمكن أن يقاس أو يثبت بالرأي. ولهذا نقول إن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فهو من المرفوع حكما كما نص على ذلك أهل المصطلح. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم المفهوم. وعلى هذا فيقاس الرجل في صدق إيمانه بشهوده الجماعة. إذا عرف أنه محافظ على الجماعة علم أنه مؤمن، وإذا رؤي كسولا متخلفا ففيه خصلة من النفاق، فقد يكون منافقا خالصا والعياذ بالله، وقد يكون فيه خصلة من المنافقين. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهذا أن ينشى به رويدا رويدا بين الرجلين لأنه مريض حتى يقام في الصف فيصلي مع جماعة. ووالله إن هذا لهو المجتمع الطيب المنفذ لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس اليوم قد أعطاهم الله تعالى المال والقوة والقدرة والفراغ ومع ذلك يمشي وكأنه يمشي القهقرة إذا خرج إلى المسجد، نسأل الله العافية. ولو أنه خرج إلى حاجة دنيوية لرأيته يهرع إليها ويمشي مشي الجنون. في هذا الحديث من الفوائد فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أيضا أنه يجب أن تؤدى صلاة الجماعة في المساجد لأن ترك السنة ضلال. وعلى هذا فيضعف قول من يقول إن الواجب الجماعة لا أن تكون في المسجد، وأنه يجوز أن يصلي الرجلان في بيت ولو إلى جانب المسجد ولا إثم عليهما في ذلك لأن الجماعة حصل. لكن هذا القول ضعيف، القول بأن الجماعة لا تجب في المساجد ضعيف جدا، فهي فرض عين على الإنسان أن يحضر إلى المسجد إلا من أذانه الله. وفي أيضا فضيلة قصد المسجد بعد كمال الطهارة. وعلى هذا فإذا خرجت من بيتك وأنت تعلم أن في المسجد محل للوضوء فالأفضل أن تتوضأ في بيتك ولا تؤخر الوضوء حتى تأتي المسجد، لأنك إذا توضأت في بيتك خرجت وأنت متطهر ترتقب الأجر من الله. وفيه أيضا أن المشي إلى الجماعة يحصل فيه هذه الفوائد الثلاثة: الحسنة، رفع الدرجات، تكفير السيئة. وفيه أنه لا حرج على الإنسان أن يتكلف في أداء الواجب، لكون الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لكن إذا كان عليه ضرر كان حراما عليه أن يحضر، حتى وإن قال أن سأصبر على الضرر قلنا لا، لأن الله يقول ولا تقتل أنفسكم. أما إذا كان مشقة بلا ضرر فهو محل عفو، لكن لو أن الإنسان تجشم المصاعب وأتى بصلاة الجماعة مع مشقة فلا بأس. وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان بأخيه في أداء الواجب، لكون الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفيه أيضا دليل على وجوب المصافحة بقوله حتى يقام في الصف، وأنه من المعهود المعروف عند الصحابة أنه لا بد أن يقوم الإنسان في الصف.
وعلى هذا تدل أدلة أخرى كثيرة. نعم. يفوت ولا نعم.